من جانب آخر، ذكر قائم مقام الفلوجة عيسى العيساوي أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات عسكرية موسعة لاستعادة مدينة الفلوجة، مشيرا إلى تشكيل أول فوج من أبناء المدينة المكون من أكثر من 600 مقاتل. كما أكد العيساوي أن وضع المدنيين داخل الفلوجة صعب للغاية. صار لنا احنا 5 أيام بالتدريب، الدورة لم تكتمل بكل مفرداتها. غدا ستكون يعني انتقالة من هذا المكان إلى مكان آخر لغرض تلقي دروس في التدريب، وستكون في مدرسة قيادة حشد الأنبار اللي هي في الحبانية. بعد ما ينهون هذه التدريبات سيتم تجهيزهم بالسلاح والتجهيزات العسكرية الأخرى الذين يكونون على يعني مهيئين ومستعدين لخوض معركة تحرير الفلوجة والتي ستكون قريبة إن شاء الله. العدد الفوج الآن متواجد في الساحة هو 600 مقاتل، كلهم الآن تشاهدون الآن في الساحة. هم التسليح سيكون من الحكومة المركزية عن طريق قيادة حشد الأنبار، والأسلحة إن شاء الله تعالى تكون يعني متوفرة حال يعني تخرجهم من الدورة سيستلمون هذه الأسلحة. اليسار طر